كدكاتره في الصيدله كيهمنا باش نعرفوا السن والوزن ديال هذاك الانسان اللي محتاج عليه هذيك الوصفه الطبيه. الحاله هذه اتصلنا باستشارنا مع الطبيب ديال السيده باش يبدل ليها الدواء، دونك راه عطانا لو نوم ديال الميديكامون غنعطيو ليها ان شاء الله. جيت على حسب جاتني الدوخه في الصباح سخفت، جيت قلت نستشر مع الدكتوره باش نشوف واش عندي. كتحس باي مضاعفات او شيء، فاول شيء كتجي كتستشر مع الدكتور الصيدلي. الصيدلية كنحاول ندخل هاد لي بون دي فريزون اللي كيوصلونا من عند لي فورنيسور واللي كيصيفطوا لينا داك الدواء، لان المريض ديالنا ما خصوش يتسنى على الدواء ديالو، كيخصنا نوفروه ليه في وقت سريع وباقرب وقت ممكن. عبد الكبير، هاد الفيتاتين غو موديل باقي ما كومونديتيش؟ غادي يجيني شويه ان شاء الله كومونديتي. صافي واخا كوموندي، لان الناس راه كيستعملوا هاد الدواء بزاف هنايا. كاينين شي دي زوردونونس اون اتون؟ وي كاين واحد لوردونونس، واحد لو برودوي سيغ كوموند. باقي ما كومونديتيش؟ كومونديتو دونك غادي يجيني. غيوصلنا هاد الصباح؟ وي. السيده دوز لي هاد الصباح؟ وي. داكوغ، حاولت تتصل بلي فورنيسور ديالنا باش تشوف مقطوع على المجال الوطني؟ ما كاينش. دونك ايوا، دونك في هاد الحاله قبل ما تجي السيده تتصل بالدكتور وي المعالج ديالها باش تشوف واش يقدر يعوضوا ليها بدواء اخر. داكوغ، لان هذا ديال الحساسيه خصها ولا بدات تاخذوا البنت لان باش ينقص ليها الاعراض ديالها. الدور ديال الدكتور الصيدلي ماشي ما كينحصرش لينا غير في توفير الدواء، وانما هو كيتمتع بادوار اخرى جد مهمه بكونه هو مختص في علم الدواء، اي خبير الدواء، فهو كيلعب لنا واحد الدور كبير في الرعايه الصحيه ديال المريض ديالنا، وكيشكل ايضا واحد نقطه الالتقاء الاولى والمتكرره مع المريض، بحيث من خلال هذه اللقاءات المستمره والمنتظمه مع المريض كيحاول يعطي ارشادات وتعليمات ثقافيه حول الصحه والمرض ديال هذا المريض ديالنا، او الصحه والمرض ديال افراد العائله ديالو. ديما هاد لوكدونونس المدام واحد الشهر شافه شفت كوتر. ولكن ديال بنته ديال بنته. صافي واخا، دونك بقى هاد الفيتامين بي ولا يبقى من يجي راه نتصلوا به. الحاله الاولى اللي نطرحوها هي الحاله ديال شخص كيجيب واحد الوصفه طبيه من عند طبيب، فاشنو شنو هو الدور ديال الدكتور الصيدلي حيال هاد الوصفه الطبيه؟ فاول حاجه اللي كنديروا واحد لانتيغوغاتوار دو باسيون، دون لو سونس وحنا كنعرفوا لا من اي شخص متجه عليه هذيك الوصفه الطبيه، واش الكبير واش صغير، المرأة حامل، الرضيع، الواحد الشخص اللي متقدم في السن، لأن احنا كدكاترة في الصيدلة كيهمنا باش نعرفوا السن والوزن ديال هذاك الإنسان اللي متاج عليه هذيك الوصفة الطبية. الحاجة الثانية هي كنسألوا ذاك المريض حول لي زونتيسيدون باثولوجيك ديالو، أي واش كيعاني من شي مرض، واش كياخذ شي أدوية من غير هذوك الأدوية اللي مكتوب عليه في ديك الوصفة الطبية. كنسولوه أيضا واش هو كيتعاطى الأعشاب الطبية، لأن احنا كنعرفوا الاعشاب باردون الطبيعيه، لان كنعرفوا في المجتمع ديالنا حنايا الناس كيتعاطاو بزاف لا ميتين ناتورال، اي تعاطي الاعشاب، هاد الاعشاب الطبيعيه. المرحله الثانيه اللي كتجي هي لاناليز لوردونونس، اي تحليل هذيك الوصفه الطبيه، بحيث من خلالها كيحاول الدكتور الصيدلي التاكد على الموافقه ديال الادويه بعضها البعض، وكيشوف واش كاينين شي ادويه اللي كيعطيونا واحد التفاعل اللي كياثر لنا بواحد الطريقه سلبيه على فعاليه العلاج، وايضا كنشوفوا واش كاين شي دواء اللي كيأثر لينا وكيسبب لينا بواحد مشاكل اللي كان حنا كنعرفوها بلي بروبليم دو توليرونس، اي هاد المشاكل كتكون الاعراض ديالها حول اضطرابات في الامعاء او الحساسيه. هادي ديال المراه حامل. المراه حامل وي، فيها ماتيرنوف ديال الردان ولي بيبي ديال هذا الحرقه المعده وواحد الفيتامين. داكوغ، هادو لقيتي الادويه ديالهم؟ ماشي مشكل. كلهم كاينين. وي صافا. ايوا صافي، دونك هادو حتى هي هاد الصباح؟ وي غادي تجي ان شاء الله. ايوا ما تنساش تعطيها الى كنت انايا، وهذاك راه نعطيها نصائح
حيلة ما كنتش حاول شرح لها الدواء ديالها وكيفية الاستعمال ديالها. الأوقات المريض ملي كيمشي عند الطبيب ديالو ما كيشرحش ليه دوك الأمراض اللي كيعاني منها كلهم، كتقدر تكون شي أمراض مزمنة أو أمراض مؤقتة، وما كيعطيهش الأسماء ديال هذوك الأدوية اللي كياخذ من عند استشارة عند الصيدلي إلى آخره. ففي هذه الحالة كنحنا كنتصلوا بالطبيب المعالج ديالو وكنطلبوا منه واحد الاستشارة، كنقولوا ليه بأن راه المريض ديالو كيعاني من واحد المرض أو كياخذ واحد الدواء أو كياخذ واحد العشوب اللي ما كيوافقوش هذيك الوصفة الطبية، فبالتالي كتكون المساعدة ديال الطبيب اللي كيخلينا نبدلوا دواء في هذيك الوصفة الطبية أو فقط تغيير في الجرعات الدوائية، وهذا بما نسميه بالموديفيكاسيون de prescription après accord du médecin. Allô, oui, bonjour docteur. Labas bkhir, kulchi mzyan, allahumma yassir. Allah yjazik bkhir docteur, à propos ديال داك الدواء راه كنت ديجا اتصلت بلا سيكريتير. Oui, il est manquant, oui. Alors, chemin le produit. وي داكور داكور دكتور، ميرسي بوكو، ميرسي، بون جورني. هنا فين كيكون عندنا هاد كيبان لينا هاد الدور الاساسي ديال الدكتور الصيدلي، بحيث هو نقدروا نقولوا بان لو ميتي دي فارماسيان ني با ان سامبل ميتي دو فونت دو ميديكامون، وانما هو يل بريزونت ان اكت فارماسيوتيك اللي حنا كنسميوه في لو لونغاج دي فارماسيان لا ديسبونساسيون دو ميديكامون او لا ديليفرانس دو ميديكامون. بمعنى هاد شنو هي هاد لا ديسبونساسيون دو ميديكامون؟ هي كنوفروا حنا الدواء لهذاك المريض ديالنا، ولكن ماشي كنوفروا ليه علب فقط، وانما كنعطيه واحد النصائح اضافيه اللي كتشمل لينا كيفيه الاستعمال الدواء، الاوقات اللي خصها تاخذ فيها الدواء، كنشوفوا ايضا واش كاين تداخل بين هذوك الادويه، لان التداخلات كتقدر تؤدي لينا لواحد الاعراض جانبيه اللي بعض المرات كتكون وخيمه على الصحه ديال المريض ديالنا. السيستم ديال الكلوبس واش كيقبلوا هذوك لي نوتيس جوج انواع ديال الادويه، ادويه اللي كناخذوهم عن طريق وصفه طبيه اللي كيعطيها الطبيب ديالنا، وادويه حنا اللي كنعطيوهم اترافير لي كومبيتونس اللي عندنا اللي كنسميوهم حنا بلي زوتيسي. علاش كاينين هذوك الادويه؟ حيت كاينين بعض المرضى اللي كيجيو عندنا للصيدليه وكيقول لنا بانهم راه خاصهم ان انتيبيوتيك ولا دي كورتيكوستيرويد، حنا ما كنقدروش نعطيوها. علاش ما كنقدروش نعطيوها؟ ماشي باسكو ما كنعرفوش هذاك الدواء، باسكو حنا كخبراء في الدواء كنعرفوا تو سكي اون رابور افيك لي ميكانيزم داكسيون لي effets indésirables, les contre-indications, les interactions médicamenteuses ديال هذوك الادويه، ولكن ما كنقدروش، ما عندناش الكفاءات ديال هذوك الاطباء. هذوك الاطباء هما كل واحد والمهنه ديالو، هذوك الاطباء عندهم كفاءات اخرى اللي كيقدروا يشخصوا بها المرض ديال الانسان، كيعطيو دي زيكزاما كومبليمونتير الى استدعى الامر كليز اناليز بيولوجيك، لي سكانير، لي تي دي ام، عندهم هما واحد الكيفيه ديال العمل ديالهم اللي هي مخالفه ديالنا وما نقدروش نديروا الخدمه ديالهم، بهذا الشكل كيتم تشخيص المرض، ومن ديك الساعه الطبيب المعالج ديال المريض كيعطيه هذاك الدواء المناسب ليه. هذا الشيء حنايا كصيادله ما كنقدروش نديروه، لان في الصيدليه ديالنا ما عندناش الماتيريال وماشي المهنه ديالنا هي. عطاك فيه الجنجون، بغيتي الجنجون هو سكينجبير اللي شويه كينقص من هذوك الاعراض ديال لي فوميسمون، وهذا تاخذوه قبل من الماكله. ياك دونك عطاها جوج مرات. الطبيب والفارماسيان الواحد فيهم كيكملوا بعضياتهم. دونك ملي كتخرج كتاخذ اون اوردونونس ضروري كتمشي عند ان فارماسيان، هو اللي غادي يشرحها لك، غايقول لك شنو فيها. دونك كنتوجهوا ديما خاصك توجه للطبيب اللي كيف كنقولوا كتوجه للفارماسيان كيعطيك كيكمل لك داكشي، حيت ما يمكنش انا غنشري الدواء غادي يمشي ضروري. بحال دابا جينا كيعطيك كيشرح لك لي ديتاي، كاين اللي كياخذ الدواء وكيمشي وعاد كيقول لك اودي لا راه ما صدقش ليا. يقدر يقول لك مثلا كي قالت لنا الطبيبه قالت لك اودي راه هاد الدواء يقدر تاخذو غير وقت ما، ماشي بالضروره تاخذو ديما، وكاين عاود ثاني دواء اللي ما خاصكش تقطعو، خاصك تكملو حتى يسالي. دونك انا بالنسبه ليا شخصيا كيبقى الفارماسيان هو والميديسان، واحد فيهم كيكمل الاخر، حتى واحد ما يقدرش
ما نقصوا من حتى شي واحد فيهم. الحاله الثالثه اللي كنصادفوها ايضا في الصيدليه هي حاله ديال واحد الشخص مريض اللي كيجي وهو مستغني على الاستشاره ديال الدكتور الصيدلي ديالو، ما كيبغي يسمع لا نصيحه لا والو. فهاد الشخص كيجي عندنا بواحد الوريقه مكتوبه فيها واحد الدواء، وماشي نابورت كيل ميديكامون، كيكونوا دي كورتيكوستيرويد، كيكونوا دي زانتيبيوتيك اللي هما خصهم واحد الوصفه طبيه حنا باش كنعطيوها. كيقول لك لا بغيت انا هاد الدواء، داك السيد نصحني بهاد الدواء هذا. فهاد الناس كيتعطاو اللي حنا كنسميوه بلوتو ميديكاسيون، اي هاد المريض هذا كيتناول الدواء من تلقاء نفسه. هاد لوتو ميديكاسيون كتادينا لواحد اون سيغتان بولي ميديكاسيون، بمعنى ان هذاك الانسان اللي كيعاني من هذوك الاعراض كيبقى يخلط هاد الدواء، راه مزيان لهاد الدواء ما وافقنيش، كيمشي يسمع الجار ديالو او الصديق ديالو، كيبدا يخلط في الادويه. فهاد البولي ميديكاسيون كتادينا لواحد لو ريسك ديال لي زانتيراكسيون ميديكامونتوز بوتونسييل، اي كيكون واحد التداخل بين الادويه اللي كيقدر ياثر لي على الحاله الصحيه ديالو. فدابخي لي ديرنيغ ستاتيستيك في الاحصائيات الاخيره لقينا بان هناك 40-60% ديال لي باسيون اللي كيسون اكسبوزي ا او موا اون او بليزيوغ زانتيراكسيون ميديكامونتوز بوسيبل. ما معنى هذا؟ فان النسبه ملي كنوصلوا لواحد النسبه ديال المرضى ديال 60% اللي كتكون عندهم تداخلات دوائيه، فهو حاله كندقوا جرس الخطر، ناقص الخطر، لان هاد الناس كيبقاو يخلطوا في الادويه واللي كتقدر تاديهم الله يستر لواحد الحل الاعراض وخيمه. فهاد نفس هاد لي ستاتيستيك اللي خرجات، الاحصائيات اللي خرجات، لقينا بان هناك واحد المعدل ديال 2% ديال لي زوسبيتاليزاسيون، اي للمريض اللي كيوصل فيها للمستشفى باش كينعس فيها. وهاد 2% نسبه 2% ديال لي زوسبيتاليزاسيون بسببهم شنو هما؟ سببهم هما التداخلات بين الادويه. سلام لاله، لاباس؟ كي دايره؟ كلشي بخير؟ اشنو خاصك شي نصيحه ولا استشاره ولا خاصك شي دواء؟ لا بغيتي تعبري التونسيون. ايه صافي واخا. دونك في هذه الحاله تفضلي جلسي شويه باش ترتاحي، ومن بعد نجي نعبر لك التونسيون ديالك. هلا دابا غير ارتاحي لك باش يعبر لك التونسيون بواحد الطريقه مزيانه. عندك 13.8 طونسيون مخيره مزيانه، ما طيحاش لك حيت كتحسي بالدوخه ولا شنو؟ باش بالدوخه. دونك راه داكشي علاش انا كنصحك باش تمشي تشوفي طبيب، وكمسا هو يعطيك تحاليل اللي تقدر ديريهم باش تعرفي من هاد الدوخه منين كتجي، لان الطونسيون 13.8 مخيره، حيت خصها تكون هي بين 11 و14 وتي عندك 13، دونك مزيانه. جيت على حسب، جاتني الدوخه في الصباح سخفت، وجيت قلت نستشر مع الدكتوره باش نشوف واش عندي. المهم بغيت نعبر الطونسيون، دا جيت قالت لي انا عادي خصك تمشي عند الطبيب باش تشوفي ياك ماشي فقر الدم، ياك ماشي شي حاجه اخرى. يكون عندك باس. شكرا اختي. شكرا. وحاولي تمشي عند الطبيب ديالك باش تعرفي من هاد الدوخه من ميجات. يلا الله يعاونك لاله. سلامه. كنقدر نقول ايضا الا شفنا بان المريض جا عندنا للصيدليه وشفنا بان عنده اعراض اللي هي كوميم كتستدعي اون كونسلطاسيون ديال الميدسان، فحنا كنوجهوه للطبيب ديالو، كنقول ليه من الاحسن تمشي تشوف الطبيب، لان داك الطبيب كيعطينا واحد لي زيكزامان كومبليمونتير، بحال مثلا الا كان عنده هو شي تعفن فالطبيب هو اللي كيعطيه ديك التحليله دي باش يعرف النوع ديال هذاك الميكروب، وبالتالي كيعطيه داك لونتيبيوتيك او المضاد الحيوي او الدواء اللي كيصلح لهذاك الميكروب ولا هذاك التعفن اللي عنده. حنا هاد الشيء ما كنقدروش نديروه مالوغوزمون في الصيدليه، لان ماشي في الكفاءات ديالنا. هذا هو اللي مهم. ديال من هاد لوردونونس ديال واحد كبير، واحد شي سيد كبير، شحال عنده في عمره؟ 33. دونك كبير، كيعاني ما عنده ليبيليبسي، معاق هو اصلا مزيان داخل. هاد الانسان هذا ما كياخذش ادويه اخرين من غير هاد هاد الادويه اللي عنده هنايا في عنده السرطان الصوت. داكوغ. عنده السيارة. مسكين. اي سمعوا عليه. مسكين. وقلتيها للدكتوره ديالو؟ اه شرحتي لها في خبارها الادويه اللي كياخذ؟ ايوا صافي داكو، حيت حنا باش كنشوفوا فني في الدايو معايا كله عنده. ايوا صافي. او ايضا واحد الحاله اللي كتكون خصنا نتفاداوها لو بليس بوسيبل، وهنا فين كيجي الدور ديال الدكتور الصيدلي بوغ ديبيستي هذيك لانتيراكسيون ميديكامونتوز، هي الناس اللي كيعانيوا من اضطرابات في الحاله النفسيه ديالهم كمرض الاكتئاب.
المرض الدكتور الطبيب النفساني ديالهم كيعطيهم واحد الادويه حنا اللي كنسميوهم لي زونتي ديبريسور بحال لي زينيبيتور لا مونوامين اوكسيداز اللي حنا كنسميوهم لي زيماو. هاد لي زيماو ما خصهمش يتخادوا مع الترامادول الا كان عند السيد الام وهو الطبيب ديالو فايت سابق ليه عطاه هاد الترامادول، فهاد الترامادول ما خصوش يتخلط مع هاد لي ماو لان كيقدر يؤدي لينا لواحد لو سيندروم اللي كنسميوه بلو سيندروم سيروتونينرجيك اللي كتكون الاعراض ديالو لا دياري اللي هي الاسهال الارتفاع في دقات القلب، كتكون واحد لا كونفيزيون ديال لو باسيون واحد لاجيتاسيون ديالو، وهاد هاد التدخل كيقدر يدينا حتى الكوما لا لا سمح الله. وفي هاد الحاله فكنقدر نقول لكم بان الاحصائيات الاخيره علاش كناكد على هاد التداخل بين هاد لي زيما وهاد الترامادول، فالاحصائيات الاخيره بينت لنا بان هناك 20 حاله وفاه اللي كانت موصوفه، وهاد 20 حاله الوفاه سببها اشنا هو هاد التداخل بين هاد الادويه. هاد الملف كيكون مهم عند الطبيب باش هذاك الطبيب الا خرج لك هاد الدواء في لوردونونس ما كتكونش فوالا مضاعفات ولا شي حاجه مع الادويه اللي كياخذها. المثل البسيط اللي نقدروا نعطيوه هي اخذ الدواء عن طريق الفم اللي كنلقاوه في غالب الاحيان المريض ديالنا كياخذ هاد الدواء عن طريق الفم. فبهذا المثال نشوفوا المسار اللي كيتبعوا هذاك الدواء في الذات ديال الانسان. فهاد الدواء هذا ملي كياخذوا المريض ديالنا عبر الفم اشنو كيطرى ليه؟ كيتم الامتصاص ديالو على مستوى المعده والامعاء، ومن بعد هذا الامتصاص فهذاك الدواء كيمشي لينا للكبد ديالنا اللي كيكونوا فيه انزيمات او بليزيور انزيم اللي كيحولوا لينا هذاك الدواء لواحد الماده فعاله نشيطه، هذا بما نسميه حنايا بلو لونغاج ديالنا ليفي دو بروميي باساج هيباتيك، بحيث ان هذاك الدواء كيتحول لينا سواء عن طريق تقطيع الجزيئات او تحويل الشكل ديالو. المهم كتنتج لينا واحد البرينسيپ اكتيف كيسخا كابابل دو سيركولي دون لو سون غراس او بروتيين بلازماتيك او ترانسبورتور. هذيك الماده الفعاله كدوز لينا في الدم باش كتوصل لذاك المكان اللي كيكون نسيج او عضو اللي كنبغيو حنا فيه تكون فيه الفعاليه ديال الدواء. اون فوا هذه الفعاليه كتكون اوبتونو فهاد الدواء ديالنا ما كيخصوش يبقى لينا في الذات، لان اي دواء فهو ماده سامه اللي ما كتقدرش تكون تبقى لينا في الذات بصفه دائمه، فخصنا حنا نخرجوه على الذات ديالنا. وهنا كيدخلوا واحد لي ميكانيزم اللي كنسميوه لي ميكانيزم ديليمينياسيون اللي هما كيكونوا كثار. ناخذوا في هذا المثل ديالنا مثل ديال الكيلي اللي كيلعب واحد الدور كبير في التصفيه ديال الادويه اللي حنا كنسميوها بليليميناسيون غينال. هذا الكيلي كيصفيو لينا الدواء ديالنا وكيخرجوه من الذات عبر التبول. هادشي اللي كتاخذ الدواء مره هذا ديال المصارن ياك ملي كيكون عندك الكرش منفوخه داري المعده اسكا ديال المعده عندك المعده كضرك المعده كضرك ايه المعده المصران هذا المصران وهذا ديال التهابات اذا عندك الالام في المفاصل ولا شي حاجه كيها تاع قرطاسه من بعد هذا خديه في وسط الماكله حيت باش ما يضركش في المعده صافي وسط الماكله اه سورتو الا كانت كضرك المعده. وهذا خديه دائما ساعتين ثلاثه السوايع من بعد هذا ولا من بعد هذا صباح في مع 12 ولا في العشيه ملي كتحسي بالكرش ديالك منفوخه صافي كيرجع حرقه ونوشم اييه نتا والدوار الطبار الطنسير الطبار كلشي سكر كلشي ديما الجيران الباب الباب كلشي من اللي حي الله تصوب فرماسيان ديما. هاد السيده حنا متابعينها في على القياس ديال الضغط الدموي ديالها، الحمد لله حنا كنلقاوه دابا مع الدواء اللي متبعه كنلقاوه عادي كنلقاوه ديك 12 13 نورمال. وهنا فين كتبان الدور ديال الصيدلي في المراقبه ديال هاد الامراض المزمنه هادي كناخذوا لو غولي اون كيلكو سورت ديال الطبيب المعالج ديالها في هاد المراقبه المستمره. يلا هالحاجه انا نمشي دابا للصيدليه ياك خليتك على خير ان شاء الله سلامة وسلامة الله حق عيونهم الله يوصلك على خير يلا بسلامة الحجة. دونك هادو الميديكامون اللي يلا كومونديتو ياك وي جمعتيهم مزيان غير خصكم تجمعوهم باغ كوزولوجي داكور وي. بغيت نسولك على ليكزيما عندي واحد ليكزيما مع اللودو داكشي تما فرديه صباعي تيطيبوا لي شويه بغيت نعرف اش من شي ليكزيما في الرجلين ماشي في بين صباعي ديال الرجلين داكور وبغيت نعرف شي حاجه اللي تكون شويه مزيانه. الدكتور الصيدلي بالنسبه لي هو طبيب القرب انه هو طبيب القرب. اولا هي ملي كتلجا كتكون عندك واحد كتحس باي مضاعفات او شيء فاول شيء كتجي كتستشر مع الدكتور الصيدلي اللي هو بطبيعه الحال اذا كانت شي حاجه هو يعني قريبه فهو كيعطيك الادويه سير لو شون. اما
الا كان شي حاجه مستعصيه فهو اول شيء تيدير انه تيعرضك تيطالبك انك تمشي تشوف الطبيب المختص والمختص وبطبيعه الحال الطبيب المختص او حتى الطبيب العام وبالتالي كيعطيك يعني لوردونونس ديال الدواء عاد كتجي عند الطبيب الصيدلي باش يبسط لك يعني الماهيه ديال الادويه اللي كاينه ويعطيك كيفاش تستعملها وكيفاش يمكن لك تناولها. في هذه الحاله هذه كنعطيو حنايا دي كريم اباز دو كورتيكويد وكديرها واحد دو زابليكاسيون بار جور لواحد المده سيمانه شفتي بان كاين تحسن فكت السيمانه الثانيه كتولي ديرها اون ابليكاسيون بار جور وكتكون ان شاء الله بالعلاج. اغلب المرضى ملي كيجيبونا واحد الوصفه طبيه وكننصحوهم باش يتفاداو الغذاء فكيشوفوا فينا كيقولوا لنا راه ما يمكنش الماكله اللي كناكلوها تقدر تعطي واحد الفعاليه على هذاك ولا شي تاثير على هذاك الدواء ديالنا. فكنقول لهم هي راه حقيقه هذا التداخل بين الدواء والغذاء ونعطيو امثله دابا باش يفهموهم اكثر. المثل الاول هو المثل ديال العصير ديال البومبلوموس. هذا العصير واخا ماشي الناس كلهم كيتناولوه فكاينين الناس اللي عزيز عليهم هذا العصير ويقدروا يتناولوه ولكن حنا في هذه الحاله ديالنا انشيروا للناس اللي كيعانيوا من واحد النسبه الكبيره ديال الكوليسترول في الدم. فهاد الناس ملي كيمشيو عند الطبيب المعالج ديالهم كيعطيهم ادويه اللي كتنقص لهم من هاد نسبه الكوليسترول في الدم ومن بين هاد الادويه كنلقاو لاسيمفاستاتين. هاد لاسيمفاستاتين الا كان كياخذها السيد وخدم معها هاد عصير البومبلوموس كتقدر هاد العصير يطلع في الامتصاص ديال هذاك الماده اللي هي لاسيمفاستاتين كيطلع الامتصاص لواحد الدرجه ديال 15 مره بارابور للعاده. المثال الثاني واللي هو مهم جدا فكنلقاو الاغذيه الغنيه بالفيتامين ك كنلقاو باغ اكزومبل لافوكا لي زيبينار لي شو البيرسي اللي هو المعدنوس. هاد الاغذيه كلها هي غنيه بالفيتامين ك. هاد الفيتامين ك كنصحوا للناس اللي كيعانيوا من اللي كيف ما شفنا قبيله لي مالادي فينوس ترومبومبوليك اي اضطرابات في تخثر الدم الطبيب ديالهم كذلك يعطيهم ادويه اللي حنا اللي كنسميوهم بلي زونتي كوغولون اورو تيب انتي فيتامين ك. هاد لي زونتي فيتامين ك كدواء كيحارب هذيك الفيتامين ك في الذات ديالنا. فكيفاش بغيتوا المريض ديالنا ياخذ هاد الدواء اللي هو انتي فيتامين ك ويعطي بالاغذيه اللي كياخذ هذيك لا فيتامين ك فكيكون واحد النقص في الفعاليه ديال العلاج. وكنصح هاد الناس باش ياخذوا هاد الدواء افيك بارسينومي سيتادير ينقصوا بحال دابا خداو اون بورسيون دو ليغوم بار جور سي سوفيزون. بحال دابا خداو البروكولي ما ياخذوش معاه لي شو الا خداو هاد النهار لافوكا ما يخلطوش معها ايضا النوع اخر ديال الاغذيه اللي كتكون غنيه بالفيتامين ك. الحاله الثالثه اللي كنشوفوها بزاف هي الحاله ديال لي زاغروم الحمضيات اللي كنلقاو في المثل ديالهم لو سيترون لو بومبلوموس لورانج. هاد الحمضيات كننصحوا الناس باش يتفاداوهم الا كان عندهم واحد لو تريتمون ميديكال اللي هو عباره عن انتي انفلاماتوار نون ستيرويديان اي هي ادويه اللي كنعطيوها ضد الالتهابات وضد الالام او عندهم لاسبيرين بكون ان هاد الادويه هاد لي زونتي انفلاماتوار ولا هاد لاسبيرين كتعطينا واحد الاعراض تلك لي بغولور ديستوما ولا لي روفلو اسيد اي الحرقه في المعده. فهاد لي زاغروم نتفاداوهم في هذيك المده ديال الاستعمال ديال هاد الادويه باش ما يطلعوش لينا في هذوك الاعراض الجانبيه. وكنصحوا بالناس باش كياخذوا هاد الادويه وسط الاكل دو فاسون اسكيا واحد الميلونج افيك لو بول اليمونتير اللي كينقص لينا من هذوك الاعراض الجانبيه ديال هذوك الادويه. المثل الرابع والاخير اللي كنلقاه ايضا هو مثل الحليب. ففي المجتمع ديالنا المريض كنصحوه دائما باش ياخذ الدواء ديالو مع شويه الحليب ولا شويه الياغورت باش ما يضروش في المعده ديالو. علاش لا؟ مع ادويه الا قدرنا ناخذوه ماشي مشكل. ولكن كاين واحد الادويه اللي كيقدر ياثر عليهم هذا الميلونج ديال الحليب مع هذاك الدواء. من بين هذه الادويه كنلقاو لو تيتراسيكلين كنلقاو لي كينولول اللي هما مضادات حيويه كيتعطاو كيعطيوهم الاطباء بزاف لي زانفيكسيون. وهذا التداخل كيفاش كيكون؟ فالحليب حنا كنعرفوا بانه هو غني بماده الكالسيوم. هذه ماده الكالسيوم الا خلطناها الا شربناها مع هذاك الدواء فكتنقص لنا من الامتصاص ديال هذاك الدواء وهاد المضادات الحيويه وبالتالي فكتنقص لنا الفعاليه ديال العلاج وبحال الا ما خديناش الدواء ديالنا.